الأقرب ليك. كيما العادة والعويد لقيت هذا فما برشا ناس بدو قصدين ربي لخدمهم وإلا ماشي يقراوا على رواحهم زادة كيف كيف إن شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل وإن شاء الله ربي يوفق الناس زادة اللي قصدين ربي توا وماشيين لخدمهم وبدو يتسألوا زعما أحوال الطقس بالنسبة لليوم كيفاش باش تكون هذاك علاش نقول لكم التفاصيل تتسويت في الميتيو. ميتيو 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 أحوال الطقس على الحياة الفارغة. طقس اليوم صحب باش تكون احيانا كثيفه مع امطار مؤقتا رعديه واحيانا غزيره بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب. بالنسبه للريح فانه باش يكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوي نسبي بالجنوب مع رياح رمليه باقصى الجنوب وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق. بالنسبه لدرجات الحراره فانه تتواصل الحراره في انخفاض وتتراوح القصوى بين 25 و29 درجه بالشمال والمرتفع والمناطق الساحلية الشرقية وبين 30 و36 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى 38 درجة بأقصى الجنوب. هذاك علاش خلينا نعطيكم قراءة كاملة في درجة الحرارة في مختلف مناطق الجمهورية. ولاية تونس 32 درجة، أريانا 33 درجة، منوبة 31 درجة، بنعروس 32 درجة، نابل 32 درجة، بنزرت 30 درجة، زغوان 30 درجة، سوسة 31 درجة، المنستير 30 درجة، المهدية 30 درجة، صفاقس 32 درجة، باجة 29 درجة، جندوبة 31 درجة، الكيف 28 درجة، سليانة 31 درجة، القيروان 34 درجة، سيدي بوزيد 32 درجة، القصرين 35 درجة، 32 درجة في جابس، 39 درجة في مدنين، قفصة 37 درجة، توزر 41 درجة، و40 درجة في تطاوين، وقبلي تسجل كيف كيف 40 درجة. هذه قراءة كاملة في درجات الحرارة في مختلف مناطق الجمهورية وهذه تفاصيل تقصير اليوم في الميتيو. ميتيو ميتيو ميتيو